يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، الفريق هيبدأ المران الساعة 5 مساء استعدادا بقى إن شاء الله لمباراة غدا المهمة طبعا، ونصف نهائي بطولة كأس مصر أمام إنبي، ومباراة هتكون الساعة 7 مساء. طبعا بعد انتهاء المران النهارده الفريق بقى هيدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراه غدا، عشان بقى يدخل طبعا في الاجواء اكتر ويكون في قمه التركيز لمباراه غدا. طبعا امبارح كان الفريق استأنف تدريباته بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. خلوني بقى انقل لحضراتكم تفاصيل اكتر عن مران امس. كالعاده مستر كولر كان حريص على عقد محاضره فنيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران، عشان بقى يحدثهم عن كل الامور الفنيه المتعلقه بمباراه غدا. ومران امبارح كان مبني اكتر على الجزء البدني، يعني خاض اللاعبين فقره من التدريبات البدنيه داخل صاله الجيم، وبعد كده بقى طلعوا خاضوا بعض التدريبات البدنيه في الملعب، وكمان الحقيقه بعض التدريبات الفنيه والخططيه استعدادا لمباراه النهارده غدا عفوا طبعا امام انبي. زي ما قلت بنتمنى للفريق كل التوفيق ان شاء الله بقى يفوز في مباراه غدا. واستكمالا الحديث عن كره القدم، خلونا بقى نروح لناشئين كرة القدم وبالتحديد فريق 2005. النهاردة إن شاء الله هيكون عنده مباراة أمام فريق زد، مباراة هتكون الساعة 2 الظهر على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر. ده بقى ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية. مباراة بقى كمان هتكون حقيقة مذاعة أو منقولة عبر قناة النادي الأهلي، كل بقى الجماهير تقدروا تتابعوا المباراة. خليني بقى أقول لحضراتكم إنه حتى الآن فريق 2005 ماشي بخطة ثابتة جدا في بطولة الجمهورية، حتى الآن محققين 9 نقاط، إن شاء الله بقى يفوزوا كمان في مباراة النهاردة ويستمروا بنفس الأداء. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى، وطبعا فرق النادي الأهلي بتخوض مباريات مهمة جدا في الفترة دي، سواء رجال كرة السلة في البطولة العربية أو سيدات ورجال كرة اليد في البطولة الإفريقية. يعني خلوني بقى أطمن حضراتكم على موقف فرق النادي الأهلي، ونبدأ برجال كرة السلة. طبعا امبارح كان عندهم مباراة مهمة أمام فريق الاتحاد الليبي، وقدر رجال كرة السلة يحسموها لصالحهم، ودي طبعا ثاني مباريات البطولة. قدروا ينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 65-55، أنهوا الكوارتر الأول بنتيجة 20-9، الكوارتر الثاني بنتيجة 35-24، الكوارتر الثالث بنتيجة 47-43، والكوارتر الرابع طبعا والمباراة بنتيجة 65-55. يعني دي ثاني مباريات البطولة. زي ما قلت المباراة الأولى أيضا أو المباراة الافتتاحية كانوا قدروا يحسموها لصالحهم أيضا، وانتهت لصالحهم بنتيجة 92-77، كانت أمام فريق دجلة الجامعة العراقي. إن شاء الله بقى غدا إن شاء الله هيكون عندهم المباراة الثالثة، وهتكون أمام فريق مجد طنجة المغربي. أتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله بقى البطولة دي تكون داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة ويقدروا يتوجوا بيها رجال كرة السلة. نروح بقى دلوقتي لرجال وسيدات كرة اليد زي ما قلت اللي بيخوضوا منافسات البطولة الإفريقية بالكونغو. حيان الفريقين قدروا يتأهلوا لدور الثمانية، لكن بقى خليني طبعا أطلع حضراتكم على نتائج رجال وسيدات كرة اليد. ونبدأ برجال كرة اليد. أمس كان عندهم مباراة أمام فريق جي اس كي الكونغولي، وقدروا يحسموها لصالحهم، أنهوا الشوط الأول بنتيجة 19-11، وقدروا بقى يوسعوا الفارق في الشوط الثاني وينهوها لصالحهم بنتيجة 42-30، كده يكونوا ختموا المرحلة الأولى في الصدارة، وطبعا بيتأهلوا لدور الثمانية زي ما قلت، وهيواجهوا إن شاء الله رابع المجموعة الثانية. يعني هم قدروا يفوزوا في جميع المباريات، أيضا فازوا على فريق بي أم سي الكونغولي بنتيجة 37-24، وفازوا على فريق فاب الكاميروني في المباراة الافتتاحية بنتيجة 33-18. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المباريات القادمة، وإن شاء الله يقدروا يتوجوا بالبطولة. أما عن بقى سيدات كرة اليد، الحقيقة هم عملوا امبارح مباراة كبيرة جدا يمكن معظمنا تابعناها، كانت مباراتهم طبعا امام فريق بطل انجولا بريميرو دي اجوستو. عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من ان الشوط الاول كانوا خسرانين بنتيجة 17-8، لكن قدروا بقى في الشوط الثاني يعملوا ريمونتادا كده او كامباك ويقلصوا الفارق لهدف واحد بس. يعني هم خسروا المباراة، لكن الحقيقة عملوا مباراة كبيرة جدا، شفناهم بيقدموا اداء كبير جدا طبعا في المباراة، وزي ما قلت قدروا يقلصوا الفارق.
لكن طبعا بالنتيجه دي ايضا تاهلوا لدور الثمانيه، هيواجهوا بقى ان شاء الله ثالث المجموعه الثانيه، لان هم قدروا يفوزوا في المباراتين الاولتين سواء امام فريق نيزيكو الكاميروني بنتيجه 33-31 او في مباراتهم الافتتاحيه امام فريق جرين ديسال الكونغولي بنتيجه 25-16، عشان زي ما قلت بقى يتاهلوا للدور القادم. كل التوفيق طبعا لرجال وسيدات كره اليد، واكيد كمان لرجال كره السله في بطولاتهم اللي بتقام حاليا، ان شاء الله بقى يتوجوا في جميع البطولات. دي اخبار الفرق الرياضيه، خلونا بقى دلوقتي نروح للاخبار الاجتماعيه. والنهارده ان شاء الله لجنه العضويه هتجتمع اليوم الساعه 6 مساء بفرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، وبيبداوا بقى يقابلوا الاعضاء الجماهير اللي حابه تشترك في النادي الاهلي. ده طبعا بسبب الاقبال الشديد جدا الحقيقه على عضويات النادي الاهلي، سواء فرع التجمع الخامس فرع الشيخ زايد او العضويات طبعا اللي بتكون تسمح ليهم الدخول في جميع افرع النادي الاهلي. يعني الحقيقه اكيد بتكون فرصه جيده جدا للانضمام لكيان كبير قوي زي كيان النادي الاهلي، فاكيد حاجه جيده جدا. ويمكن كمان من قبل كانوا عملوا اجتماعات للعضويه او انترفيوز للاعضاء عبر الزوم، كل ده طبعا تسهيلا على الراغبين في الاشتراك في النادي. نروح بقى لاخبار اللجان ولجنه الشباب تحت اشراف اللجنه العليا للجان بالتعاون مع الاداره التنفيذيه، بتعلن عن اقامه بطوله عائله الاهلي للشطرنج. البطوله ان شاء الله هتكون يوم الجمعه القادم 6 اكتوبر، هتبدا الساعه 3 الظهر بفرع مدينه نصر. الحقيقه دي طبعا مش اول مره البطوله تقام، يعني وده بسبب الحقيقه الاقبال الشديد على البطوله، وانها اكيد نالت يعني اعجاب والحقيقه الاهتمام من اعضاء النادي الاهلي، عشان كده بنشوف البطوله دي بتتكرر اكتر من مره. كل بقى الاعضاء اللي حابين يشاركوا في هذه البطوله يا ريت يتجهوا لاداره العلاقات العامه ويسجلوا اسمهم، او الحقيقه موجود برده باركود اونلاين هتلاقوه على صفحه النادي الاهلي الرسميه، بتكون بطوله مميزه جدا. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة طبعا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. هي مفيش أي استفسارات لأن التغطية كافية ووافية كالمعتاد، بنشكرك عليها، شكرا جزيلا. شكرا ليكي جدا يا هنا.